قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. أن الأصل في الأم والغالب عليها الرحم، فهي أرحم للأبناء من نفسها، يعني ترحم الأبناء أكثر من رحمتها لنفسها. فإذا نزعت الرحمة عن الأم فتلك مصيبة في البيت. إذا الأم ما كانت رحيمة، رفيقة، مشفقة، حنونة في البيت، تنافر البيت كالزجاجة المنكسرة، لا يكاد تجتمع وترمم. فالأم هي الرحيمة التي تجمع البيت وتعطف على الصغار، وهذه الرحمة ليس المقصود فيها رحمة معانقة ولطف فقط، هذه نوع من أنواع الرحمة، لكن هناك رحمة أعظم. أعظم الرحمة أحبتي أن تريد الأم للابن الخير في دينه، إذا أتاها الفجر أيقظته للصلاة ورأت وضوءه كيف، ثم حثته على ذكر الله، هذه أعظم الرحمة، وتنفق عليه وتوجهه وتصبره وتعلمه، هذه من أعظم الرحمة.